طب انا معي على الهاتف السيد المحافظ السابق سيادة اللواء طارق المهدي. مساء الخير يا سيادة اللواء. مساء الخير يا فندم. يعني اكيد وحضرتك بتشوف هذا المشهد بتتذكر مشهد العام الماضي مع اختلاف الاسباب. لا، العام الماضي طرح في الاعلام بشكل غير حقيقي. العام الماضي اربع شوارع في اسكندريه لمده 16 ساعه في محطه عطلت زي اي محطة في مصر بتعطل، زي ما قدام طيبة مول عطل، زي ما قدام أي مكان عطل، 16 ساعة أربع شوارع من 11000 ونص شارع. لكن تم طرحها بشكل في بالإضافة لأن المحطة دي عطلت ليه؟ المحطة دي أولاً ما تتبعش المحافظة كصيانة وكتشغيل، تتبع شركة الصرف الصحي أو تتبع وزارة الإسكان، بمعنى إنها لما اتشالت شال منها كابل، عمل تخريب. لما العمل التخريبي تم فالمحطه دي عطلت في اربع شوارع بالظبط، عطلوا لمده 16 ساعه، وطلع وزير الاسكان بعد كده شكر المحافظ على انه وقف في الصرف 16 ساعه لغايه ما خلص. مفيش علاقه بين اللي حصل السنه اللي فاتت. طب السنه دي بقى الوضع السنه دي انت شايفه خالص. شايفه ازاي السنه دي يا سياده سياده اللواء؟ انا هجاوب كده. انا 2013 ما حصلش معايا مشاكل في المطر، وكانت سنه عشرينيه، يعني المطر اربع اضعاف المعدل العادي، ولا 2014 ولا في اي يوم حصل مشكله لانها ليها اجراءات مسبقه. انما انا طلعت يمكن يا استاذ لميس مخصوص عشان اشرح ان ما فيش علاقه بين الطرح الاعلامي الذي تم السنه اللي فاتت لمؤامره تخريبيه في محطه الصرف في الاربع شوارع. فالخطاب بيقول ايه؟ ولمده اربع ايام ده اسكندريه غرقان اربع شوارع يا حضرات، لم يتوقف المرور لحظه، واهل اسكندريه سامعيني. طيب فالحقيقه انا باخد حقي النهارده. لا وحقك ولازم تاخده، لكن السنه دي بقى كيف تنظر الى هذا المشهد؟ اسبابه ايه في رايك وانت عارف اسكندريه؟ هقول حضرتك ايه اللي حصل بالرحمه. مش اللي حصل في القصه دي. اللي حصل ان انا وصلت 16/8/2013، فالناس قالوا لي خد بالك الاخوان هيفرحوا فيك كضابط ان انت اسكندريه هتغرق مطر. طب يا حضرات بنعمل ايه؟ عملنا مؤتمر مع دكتوره اللي هي ومع شركه الصرف اللي هي بتقول ايه؟ بتشرح لي حكايه السنه العشرينيه، انا كنت اعرف ده الكلام ده منين؟ وشرحوا لي ساعتها، واحنا حلينا حل ساعتها شامل اللي هو ايه؟ فكره فصل الصرف عن ميه البطن. بمعنى ان ميه المطر ممكن تنزليها البحر والصرف يروح لمحطاته، لان من يوم ما توسع الكورنيش كانت المشكله ان الاثنين دخلوا على بعض، وفي توقيت معين دون دخول في معدلات فنيه، يعني الميه اللي بتبقى على المحطات في اثناء المطر اربع اضعاف الحاله اللي احنا فيها. فابتدانا نعمل ما يدعى في اسكندريه بتنظيف شنايش المطر، وابتدانا نحط طرمبات في مداخل الانفاق زي محمد نجيب والمنظره وكده، حاجه ثابته. واشترينا من المعونه بعد كده ب 170 مليون جنيه معدات صرف لدعم القصه، رغم ان ده يسبب مشكله ماليه لانها مش تبع المحافظه، المفروض شركه الصرف تشتريها، لكن انت بتصرفي ان انت بتتعاملي مع مواطن مش بتتعاملي مع مسؤوليات. الثلاث حاجات دول مره واحده اتسرق كابل الكهرباء اللي بيوصل الترمبة اللي هي موجوده في المنظره فعطلتنا ساعتين، لكن في السنتين لا المطره ما اثرتش. طيب بس اسمح لي اسمح لي ان انا اقول هذا الخبر. اولا انهاء السيد رئيس الوزراء يقرر انهاء اعمال اللواء يسري هيلاري هنري كرئيس لشركه الصرف الصحي بالاسكندريه. ايه اهميه هذا الخبر يا سياده المحافظ او سياده اللواء؟ يعني جزء من العمل يخصه، بس ده بيدار الحقيقه من خلال المحافظه. حكايه المطر بالذات بتدار من خلال المحافظه المفروض يعني، لكن هو جزء طبعا يعني ما نقدرش نلغيه. اذا رئيس وزراء ينهي اعمال اللواء يسري هنري رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندريه.